مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. إن كنت أول مرة تشاهدنا في القناة فلنا كل الشرف على محبتك لمشاهدة هذه القناة، قناة الملكة والأمير. ما زالت القضية أزمة القس دوماديوس، والقس يطلب الصفح والعفو من شعب المسيح. مواقف القس دوماديوس حبيب أثارت كثيرا من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرها ظهورها أمام ضريح السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتصريحاته خلال زيارة سابقة لإيران شبه فيها فداء السيد المسيح باستشهاد الحسين عليه السلام وتوزيع عدية على المسلمين خلال عيد الأضحى، وتصوير هذه المشاهد التي أيدها البعض باعتبارها نوعا من التسامح والتقارب، ورفضها آخرون لأنها لا تناسب كاهنا قبطيا مسيحيا. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جهتها قالت إنها استدعت القس دوماديوس الأربعاء الماضي أمام لجنة جرى تشكيلها، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا تودروس الثاني الصادر في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية، حيث انتهت اللجنة إلى استمرار إيقافه لمدة سنة ومنعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صوره، وقضاءه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنح فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته حرصا على خلاص نفسه، مع متابعة مدى التزامه بالقرار، منبها إلى أنه في حال خرق أي بند من البنود الثلاثة السابقة يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية. وأضافت الكنيسة في بيان أن كل ما صدر عن القس دوماديوس لا يمثل سوى شخصه، والكنيسة غير مسؤولة عن تلك التصرفات. والأب أثار أزمات ومشكلات في كنيسة كل كنيسة خدم فيها، وفجر جدلا في الشارع وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وتابعت الكنيسة إنها حاولت من خلال الآباء حل مشكلات القس دوماديوس ومعالجة أخطائه بروح الإبوة وحرصا على سلامة سلامتهم وتم نصحه كثيرا ومنح فرص عديدة، كما تم التحقيق معه في أغسطس من العام الماضي وصدر قرار بإيقافه عن العمل الكهنوتي، لكنه لم يلتزم به وتمادى مؤخرا في تصرفاته المثيرة للجدل. من جانبه رد القس دوماديوس على بيان الكنيسة بمنشور على صفحة الأب دوماديوس الراهب على الفيسبوك بتعليق جاء فيه: أبائي الإجلاء وأبنائي الغاليين، أعلن في البداية خضوعي التام لمجمع كنيستنا القبطية الأرثوذكسي ولأبينا البطريرك البابا تودروس الثاني، وأعلن خضوعي التام له. وأضاف: أعلن إني أخطأ في شيء بعلم أو بغير علم، بقصد أو بغير قصد، من اليوم تنقطع صلتي بأي أخبار أو مواقع أو وسائل للتواصل الاجتماعي، ولا أقوم بأي شيء غير من خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك لخدمة المسيح والكرازة بالإنجيل. نرجوك أيضا ما تتكلمش خلال صفحتك، أرجوك وتابع أطلب الصفح منكم يا شعب المسيح، إن كان صدر مني أي شيء أعصركم سواء بقصد أو بدون، فكلنا تحت الضعف، وأطلب صلاتكم من أجلي، كما أرفض أن يتحدث أي شخص بالنيابة عني أو ينقل كلاما على لساني منذ تلك اللحظة حتى لا تتسبب بلبلة أو نقل لقيل وقال أكثر من ذلك. الرب يحفظ كنيسته الأرثوذكسية ويبارك خدمة البابا تودروس الثاني وشركاء في الخدمة الرسولية. صلوا لأجل ضعفي. وفي رد سابق كتب قائلا: أقدم أسفي واعتذاري لكل شخص تأذى من مجاملتي ومحبتي لإخوتي الكرامة في الوطن، وإن صدر مني أي عبارة فهي من باب المشاركة والمجاملة وسرد الحقائق التاريخية
ولن أتخلى عن إيماني المسيحي ولا عقيدتي. صلوا من أجلي، أخطيت سامحوني. يا سيدنا الفاضل، يا أيها القمص، يا من رحلت عن الأرض ودخلت إلى الدير المعظم والمكرم، إننا جميعا نحترمك، إننا جميعا ننظر منك أن تكون في بيتك الأساسي وهو الدير، ولا داعي أيضا لأن تتدخل في أي أمور دينية خارج الدير. خليك في بيتك، ما تخرجش بره بيتك، إنه قد قام بالصلاة عليك صلاة الموتى مثل باقي الرهبان. إنك تركت العالم وذهبت عنه، ولذلك نريد منك أن تكون في داخل الدير وتصلي من أجل الوطن المصري، وتصلي من أجل الآخرين، وتصلي من أجل إخوتنا المسلمين. إنه لا داعي أيضا بأن تقف في هذا الموقف، وأنك أخطأت، وقد قام البابا بإيقافك عن العمل أو بإيقافك عن الخدمة الكهنوتية، وذلك بما سببت من أذى ومن ألم للكنيسة الأرثوذكسية. هناك الكثير ومن يحاول الكثير، ومنهم الأخ معاذ عريان، إنه عريان لأنه لا يكس نفسه من الأذى لمشاعر الإخوة المسيحيين. وأول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل. علق البابا دوماديوس حبيب إبراهيم على قرار لجنة أحبار الكنيسة وبعض الأباء الكهنة بوقفه عن العمل بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه. وقال دوماديوس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: شكرا جزيلا أبونا قداسة البابا، ولكني طلبت من اللجنة المجمعة أن ترتب لي لقاء أبوة أنتظر من قداستك منذ 11 عام حتى الآن منذ 2013، وخرجت من عند اللجنة إلى القدرائية ووجدت غطتك متواجد ولم أجد أبونا كورولوس وأبونا مكاري للتواصل، وما زلت أطالب بهذا اللقاء حتى النفس الأخير. اسمح لي يا أبي قداسة البابا بلقائك لمدة نصف ساعة لأجل سلام الكنيسة وبنيانها، أطلب لقاء قداستك. وتابع أيضا قائلا: أنت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستي، وأن هذا البيان لتهدئة الرأي العام الذي تعلم أيضا من أثاره ضدي، وإنني اعتذرت فيديو وكتابة عن كل ما فهم بالخطأ من خلال حملات تقدير الصفو أو تقدر الصفو العام، شاكرا أبوتك واحتضانك ورعايتك. وأكد أن ذهابه للدير وسام على صدره قائلا: اسمحوا لي بنشر القرار على صفحات التواصل ليطمئن قلب الجميع. إن البابا وعد ونفذ وقام بواجبه على أكمل صورة. نحن كأشخاص ذاهبون، ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة إلى مدى الأبد، لأنها مبنية على السيد المسيح صخر الدهور ورب الأرباب. وذهابي للدير وسام على صدري. طوبى للمساكين بالروح لأنهم لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وكان الأب والبابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية أصدر قرارا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الأباء الكهنة للتحقيق مع هذا القس دوماديوس حبيب إبراهيم الذي أثار ضجة مؤخرا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه. وأوضحت الكنيسة أنه تم استدعاء القس دوماديوس الأربعاء للمسؤول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في 12 أغسطس 2023 بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية. عفوا لك، لا نرجو منك أن تطلب العفو حتى تعود إلى بيتك وهو الدير العظيم. لكم شكرا والتقدير مع قناتكم قناة الأمير. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم منا كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم.